بدايتها. فهذا البلد بلد استقر في عقيدته على مذهب أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، في فقهه على مذهب مالك، في قراءته على الدوري عن عمرو. أود من الشباب الذين يقرؤون القرآن أن يحرصوا في المجامع وفي المساجد أن يقرأوا برواية الدوري عن عمرو، لأنها قراءة السودان كله على مدى القرون، من 5 قرون السودان يقرأ بالدوري عن عمرو. حفص قراءة أيضا متواترة صحيح لا خطأ فيها، تريد تقرأها من باب قراءات السبع، جميل، اقرأ حفص واقرأ غيرها من القراءات، خذ بقية القراءات. لكن القراءة التي في البلد حتى لا يتشتت الناس، يأتي إمام مسجد يقرأ بالدوري عن عمرو، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ها يا شباب، ها، ملكي ولا مالكي؟ كلاهما صحيح متواتر، الدوري عن عمرو ملكي. فيأتي شاب ما عرف هذا المركز الذي يذهب إليه أو المؤسسة الذي ينتمي إليها، لا تسمع إلا أشرطة قراء من خارج السودان نحترمهم، فيظن أن الشيخ أخطأ في ملكي، فيعتقد أن الشيخ على باطل. لماذا؟ لأنه لم يعرف طبيعة الهوية المستقرة في البلد. الأدب يقتضي حتى من دعاة يأتون من الخارج أن يراعوا ما هو في البلد. الإمام الشافعي رحمه الله عندما ذهب إلى العراق وقف على قبر شيخ أشياخه الإمام أبي حنيف، ثم حانت صلاة الفجر فقام يصلي في المسجد، فقدمه علماء الحنفية إجلالا لمكانه، فلما كبر في الصلاة لم يجهر بالبسملة، لم يقنت في صلاة الفجر، قالوا ها هل رجعت إلى مذهبنا؟ قال لا، لدي أدلتي. فلماذا لم تجهر بالبسملة ولم تقنت؟ قال أدبا مع صاحب هذا القبر. هذا مسلك أهل العلم. لماذا؟ لمراعاة الطابع العام في البلد. لكن أي توجه يعمل على قلب الطابع العام في البلد هذا يؤدي إلى صدامات غير صحيحة، لا سيما إذا كان هذا الجهد مدعوما مؤسسيا. هذا هو بداية عمل التطرف.